فاضي يا دوبك بص ده وانفاسها طلعت خلاص ما خدوها على المشرحه داخله بقى عشان ان انا اغسل بنتي انا ما شفتهاش وهي بتتغسل. انت وباباها هتقولوا ايه؟ احنا هنتجنن. دايما الاب بيبقى له نظره يعني يمكن الام من قلبها شويه فبيعطل مخها. الاب بقى يقولي ما فتحش الاسانسير وقفله. لا فتحه وقعد يبص يقولي انا بنتي تقع ازاي؟ بنتي تقع ازاي؟ باباها اصلا اللي راح تالت يوم راح لوكيل النيابه يقول له انا عايز اعرف بنتي ماتت ازاي؟ ازاي؟ ما تعديهاش لا ما تعديش جودي لا. حضرتك ام لكام طفل؟ انا معايا احمد وهي احمد 11 سنه وهي 9 سنين. كنت مختفية احمد نفسيته وحشه ما بيباتش معايا مش برضى يعني هو بات معايا يوم واحد في رمضان فضل يبص في السقف كده ويكلمها يقول لها تعالي لي يا جودي تعالي حضني تعالي هزري معايا تعالي اضربيني تعالي اعملي اي حاجه بس ما تسيبينيش لوحدي انا ماليش خلفه انا ماليش خلف انا عملت ايه عشان بنتي تموت الموته دي انا عملت ايه انا ظروفي المرضيه انا ماليش دعوه بحد انا ماليش دعوه بحد خالص خالص ولا باباها والله باباها طيب جدا ولا بابا ولا هي ولا هي جودي ملهاش دعوه بحد جودي ملهاش دعوه بحد. هي نازله بقى ما تتاخريش يا جودي حاضر يا ماما حاضر يا امي حاضر يا امي. وبصي هقول لك الشارع اصلا انا مولوده في الشارع ده الشارع ده اصلا انا مولوده فيه فكل اللي فيه اهلنا يعني عارفيننا ايوه عارفيننا والمطعم اللي باباها بيشتغل فيه جنب البيت بس جنب البيت يعني تعدي بس جنب البيت ففي امان. ما تخيلتش ان يحصل كده في بنتي. جيران الجمعه الزوكي ايوه بقولك ايه محدش مصدق كله يقول لي ازاي ازاي وقعت ازاي وكل اللي يعني انا كل اللي طلع لي عندهم بنات وولاد ايوه كل اللي طلع لي يفتح الاسانسير يقول لي ازاي 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 طب ازاي ويحطوا رجليهم يقول لي ازاي. طب المفروض ان وشها ده كله لو هو في مقاومه من الاسانسير المفروض ان وشها ده كله يبقى متبهدل. لا ما كانش في حاجه ولا مناخيرها نزفت ولا اي حاجه خالص خالص. بقول لحضرتك وكيل نيابي بيقول ازاي جاب اللي حصل بقى في التحقيقات ان هو جاب مهندسين عشان الفنيين يقول ازاي يعني هم جم عينوا البيبان كلها طبعا الباب اللي في الدور الثالث مفسوخ من تحت فسخه بسيطه مفسوخ كده البيبان كلها طبعا البيبان لو مش مقفله الباب الاسانسير مش هيطلع ولا ينزل. اشمعنى ده معمول كده ليه عليها بقى هو خلاها طالعه من البيبه ايوه من البيبه من الامان ايوه من الامان بيشد ايوه ايوه علام مفتاح الامان هو هو اتعنف على الباب البيبان كلها في بنتك كده ما اعرفش مستناها في التالت ويفتح لها وياخدها كده. انا بتخيل الناس اللي حواليا كلهم مش بيجوا في بالي ان هم يعملوا كده ازاي. طب يعمل فيكوا ايه؟ طب انا عملت ايه؟ انت شفت مني ايه؟ طب انا مالي ومالكو؟ طب هي مالها ومالكو؟ طب ليه يحرموني منها ليه اتحرم من دي ليه؟ ده كانت سندي وكانت بنتي وحبيبتي وعروستي دي كانت عروستي دي والله العظيم والله يعني لما كنت ببقى تعبانه وماما مش موجوده كانت بتقوم تعمل لبابا ولاخوها اي حاجه كبيره سنين جدي كبيره ايوه طيب على بالك كده بتدلع. أنا قلبي وجعني أوي قلبي وجعني أوي مش متخيلة. لا أنا بقول لبابا أنا في حلم وهصحى ألاقيه مش متخيلة. لا بغمض عيني كده بشوفها قدامي وبتتنطط عايزة أفتح ألاقيها عينيا ألاقيها جاية عليا بتطلب فيا بتبوسني وبتهزر وبتعمل حاجات كتير. هي كانت بتعمل بصي هي كانت طيبة بس روحها خفيفة بتهزر كتير أوي أوي أوي. فكرتيش اللي شافته وفتح عليا عارفاه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو دي اتشدت في شدتها حسره يا ماما يا ماما دي كانت اسهل كلمه ليها تقول
يا ماما يا ماما، فهي بتدور وشها شافته عرفته فسكتت، اكيد كانت عايزه تعرف هو عايز ايه او هي عايزه ايه منه، فما توقعتش ان ده هيحصل لها، ما توقعتش. لا بنتي اللي حصل فيها كتير قوي، كتير على طفله وكتير على امه وعلى اب، كتير قوي كتير. بتهيأ ربنا يرحمه ويجمعنا بيها يا رب، هي مرحومه عشان هي طفله ما تعملتش حاجه، حرام عليهم. انا عايزه حق بنتي، انا عايزه حق بنتي، انا عايزه ارتاح، انا عايزه ارتاح. لو قضاء وقدر هرضى والله، ويعني هو لو بفعل فاعل يعني هقول له انت عملت فيها كده وانت عملت فيها كده، عملت فيك ايه، بس هرضى برضه عشان هو ده نصيب، ده مكتوب لك.